كما تشاهدون تعرضنا بقصف صاروخ يوم الخميس الماضي بالليل. وأصابت 31 صاروخا على مخيم ليبرتي. ومع الأسف الشديد استشهد أحد أصدقائي باسم محمود بورنافر جراء الهجوم على بعد 20 متر عني. ونحن نريد التدخل الفوري من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية في الموضوع وتحقيق محايد حول هذه الجريمة. في الحقيقة لا يكفينا أبدا إصدار البيان واستنكار هذه الجريمة فحسب. علما بأن عدم التدخل في القضية يعطي ضوء الأخضر للهجمات أخرى خلال الأيام التالية. ولهذا نحن نطالب أولا إفراج عن الرهائن السبعة الذين اختطفوا جراء اقتحام مخيم أشرف، وثانيا ضمان حماية الليبرتي من قبل الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية والضغوط على الحكومة العراقية لتوفير هذا الضمان. وشكرا جزيلا.